الخارجية للمقاومة الشعبية بمدينة تعز اليوم تقدما هاما في منطقة الحصب بير باشا غرب المدينة. وذكرت مصادر إعلامية أن رجال المقاومة سيطروا على تبة الأرانب وتبة أمين ووادي عيسى في منطقة الحصب بعد معركة عنيفة استمرت لعدة ساعات. كما نجح الجيش الوطني بإسناد من المقاومة صد هجوم لميليشيات الحوثي في جبهة الضباب. وقال مصدر في المقاومة إن أفراد الجيش ورجال المقاومة يهاجمون الميليشيات في منطقة الكريف ومركز مديرية المسراخ بعد تكبيدهم عشرات القتلى وخسائر في العتاد. ورغم الحصار والقصف الحوثي على تعز، المئات من أبناء المدينة يحيون جمعة المقاومة وفاء للشهيدات بساحة الحرية في إشارة إلى الذكرى الرابعة لمجزرة مصلى النساء التي نفذتها آنذاك قوات المخلوع صالح. تجددت المواجهة اليوم بين ميليشيات الحوثي ورجال القبائل في منطقة وادي النحر غرب بيحان بمحافظة شبوة، واستخدمت فيها مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، في حين قصفت ميليشيات الحوثي براجمات الصواريخ والدبابات قرى آل عريف بشكل هستيري. اندلعت مواجهة عنيفة في مديرية حزم العدين عقب تصدي المقاومة لمحاولة تسلل فاشلة لميليشيات الحوثي إلى عزلة الشعاور. رجال المقاومة الشعبية في البيضاء يقصفون مواقع لميليشيات الحوثي في مواقع الدقيق وهضبة صباح بمديرية ذي نعم، في حين قصف طيران التحالف تعزيزات وآليات لمسلحي الحوثي في مديرية ناطع. ميليشيات الحوثي تقتحم منزلين في مديرية جبلة بمحافظة إب وتنهب المنزلين وتروع الساكنين من نساء وأطفال. الحكومة الشرعية تتحدث عن البدء بتنفيذ عدد من الإجراءات لتسريع عملية دمج المقاومة الشعبية في مؤسستي الجيش والأمن، وتؤكد أن عملية التجنيد تتم وفق الإجراءات الرسمية المتبعة لشروط القبول في القوات المسلحة. فرقاطة صبحة تغادر الموانئ البحرينية في طريقها إلى اليمن مع مجموعة من قوات الحرس الملكي البحريني للمشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.